كيف الأصداء على فرح؟ منى أول شيء الأنترو تبعك بتكون كتير حلوة وبيطلع عباله الواحد يقطشك ويقول لك ميرسي 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 فميرسي عن جد ما بدها ما بدها ميرسي لأنه عم نحكي الحقيقة هالمرة وأنا مبسوطة فيكي رجع حاطة هدول اللي حكيتهم بذا فويس ما هيك بنحبهم مهضومين كتير بالبقولك بشو فرق هالدور عن نجاحاتك السابقة؟ أو ردود الأفعال بشو فرقت؟ أول شيء الدور بحد ذاته فارق يعني الدور فيه مساحة فيه مساحة للتمثيل فيه مساحة للواحد يعبر عن المشاعر عن مواقف كتير حلوة وفيه مساحة أكيد بالموسيقى يعني كتير إذا بدك استغلوا كل مواهب مارينين بالمسلسل أحلى استغلال أنا بحسه هيدا أنا 100% بحس انتشار كمان لأنه مزبوط. كان كتير ناس ما بتعرفك خلال هيدا الدور وبهيدا مزبوط. المسلسل أكيد 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 المساحة يعني. كتير بتفيد صح. للعالم تتعرف على الممثل أكتر بتفيد الممثل إنه فرصة له عن جد ليفرجي قدراته يفرجي شو عنده يقول وعن جد عم بحكي عن مساحة الموسيقى إنه ما في أحلى من إنه أجمع الأشياء اللي بحب أعملها بشي واحد يعني عن جد أنا بدي أقول لك إنه عنا الراقص اللي بحبه كتير بيير جعجع رح يرقص بآخر الحلقة وهو لحاله قبل ما يعرف انه انت جاي طلب انه يرقص على اغنيتك هدنة حلو لحتى بيير بإحساسه العالي يعني شوفي اليوم قديش موسيقتك وصلت ماريلين انت بالزمانات هون بحديث البلد اجا نيكولا معوض من 10 سنين قلت له انت منك ممثل لوكل انت انترناشونال وانت على هيدي الطريق تحيه لنيكولا ميرسي لا عن جد في قدرات يعني كل ما عم تتجلى ماريلين تميزتي باحساسك الكبير بحسب ماجي وبديع وعمار وبادائك المتميز اللي خلى الجمهور ينغرم بفرح القويه والذكيه والحساسه بنفس الوقت والحنونة يعني جمعتي كل هالصفات واللي بتكون بنتها ليسار أو الممثلة ماجي أبو غصن اللي منهنيها على هالنجاح يلي نرفع لها القبعة عن جد أبدعت نرفع لها القبعة على ماجي أبدعت وحكت باسمنا كلها أبدعت أداء وموضوعا وبكل شيء الكل لعبوا حلو الكل كتير. الكل الكل عن جد بدون استثناء كل ما عم بيصير في انترفيو ما عم فينا عن جد ما أحكي عن كل الممثلين بالاخص ماجي لانه انا كان عندي كثير مشاهد مع ماجي واستمتعت باللعب للاخر ماجي حدا كثير مهضوم حدا كثير بيساعد حدا كثير بيعطي مساحه دجا حكيت هالشيء بانترفيوز بس ما راح شو بقولوا فرد بهالاوبورتونيتي اني اقول انه عن جد انا وقت قريت على الورق دور فرح حسيت انه لمست قد ايه في مشاهد عن جد مع ماجي فلو قد ما كون شاغله وعم حضر الدور في عندك رهجه انه في ستار قدامك يعني والستار اوقات قد ما عنده هاله هذا الشيء بيقدر ينقز بيقدر يوقف حاجز بين حدا مبلش كاريرته وبين حدا دجا مبلش كاريرته بتعطي هم ولا حتى كان هم ولا حتى كان هم من وراها لانه عن جد كثير كسرت مريحه كثير مريحه وكثير مريحه وماجي حدا هيك عاطفي وحنوني يعني انساني يعني دور الام كان عن جد بخفيه كمان هيدي شيلك عن الهضامه